السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم جميعا. إحنا بمنتصف شهر تشرين أول، تقريبا أول أشهر فصل الخريف، وحبيت أفرجيكم استمرارية خضار وحيوية شجرة قلب عبد الوهاب، كيف عنا مستمرة بهذا الخضار وبهذا الشكل المميز، وهذا كله نتيجة الاعتناء بهاي الشجرة من ري، من نقلها من القصيص لما يكون صغير لقصيص أكبر حجم، وطبعا بدون إضافة أي نوع من أنواع السماد، بس أنا بحط عليها شوية زبل معالج مع بداية يعني شهر 12، أو مش بداية شهر 12، بعد منتصف شهر 12، حتى تكون درجات الحرارة قلت ويعني قربنا على فصل الشتاء. أهم ملاحظة عنا لما يكون عنا أوراق بهذا الشكل إنه نشيلها، هاي الأوراق كلها بتنشال، أوراق بتكون خلص ماتت تقريبا، كله بنشيله. هذا بضعف الشجرة، هذا كله منشيله، هون كمان عنا هذا منشيله، كل اشي اصفر على الشجرة منشيله. طبعا زي ما انتو شايفين انا عامل زي الخيطان، شوفوا كيف مددها على خيطان من الاسفل ومطلعها بهذا الشكل. كل ما يعني كبرت اكثر بعمل بهذا الشكل، هاي زي ما انتو شايفين عندي، شوفوا كيف، وهيك بتمد على الخيط للأعلى. شوفوا كيف عندي هون أنا ماددها زي شجرة العنب أو أي شجرة مديدة عنا. شوفوا كيف أنا رافعها لفوق ورابطها بالمعرش الموجود عندي اللي عليه الدالية، برضو هذا العرق، شوفوا كيف برضو مطلعه من الأسفل ماده ومطلعه، وبداية إنه بلش يعرش على المعرش عندي. هنا كمان نفس الحكاية، هنا نفس الإشي، ماده ومعرشه بطريقة مميزة. طبعا شوفوا نفس العرق نفسه، فيه اللون الاخضر وفيه اللون الاصفر الموشح، في لون ابيض بس مش موجود عندي. شوفوا كبر الورقه، شوفوا الورقه ما شاء الله، هذا دليل صحه هاي النبته. طبعا بالنسبه لمساله الري، فانا بروي هاي النبته يعني من بدايه شهر 10، برويها مره واحده في الاسبوع فقط لا غير، مره واحده في الاسبوع بفصل الخريف لما تشتت الدنيا. طبعا زي ما حضراتكم ملاحظين انا حاطط هاي النبته في مكان ظل، ما بيجي عليها اشعه شمس نهائيا، فدائما عندنا التربه بتكون رطبه، هنا عندنا التربه رطبه، هنا خليط ما بين البيتموس والتربه الطينيه، وهون تربه طينيه لحالها. هون عنا التربة جفت زي ما انتم شايفين، بس لما نحفر شوي بالاسفل بنلاقي انه في رطوبة. فإذا الري مرة واحدة في الأسبوع، لا تخلوها تتعرض لأشعة الشمس، لأنه هاي النبتة قلب عبد الوهاب بتتعب كثير من أشعة الشمس. إذا بفصل الخريف مرة واحدة في الأسبوع ري. أهم نقطة إنه إذا كان القصيص صغير عليها، فيعني كبروا القصيص، كبروا القصيص، حطوها في قصيص أكبر حجم. شوفوا ما أحلى التوشيحات اللي على الورق عندنا، وزي ما حكيت لكم اي ورق مثل هيك منشيله، هذا الورق الخربان كله منشيله، كله منشيله، كله منشيله، الورق الاصفر كمان هذا منشيله، ما في له داعي لانه بضعف النبته. هون في عندنا كمان هذا كله منشيله، مندير بالنا على النبته، ندير بالنا على النبتة. بالنسبة للسماد، ممكن في ناس بتسمد بسماد NPK، سماد كيماوي، ولكن أنا ما بحب
السماد إجمالا، أنا بحط بس زبل معالج في نهاية شهر 12، وأهم إشي إنكم تراعوا مسألة الرأي في فصل الشتاء. طبعا عندي هنا هاي الأسس موجودة تحت المطر، فما برويها نهائيا في فصل الشتاء إلا إذا انقطعت الأمطار شهر زمان، وصعب يعني تنقطع الأمطار. هلا بدول الخليج والدول اللي ما فيها أمطار كثير بدكم تراعوا مسألة الري، وتشوفوا جو منطقتكم وإمتى عندكم التربة بتجف وتروها، ولكن بانتظام. هاي النبتة ما بتحب كثير الري، وأي فرع بيكون بهذا الشكل ممكن تعملوا له خيط زي هذا اللي أنا عامله وتعرشوه عليه. تعطي منظر جميل جدا هاي النبتة، وبنصح الجميع انه يزرعها. طرق تشتيل هاي النبتة موجودة عندكم، تعقيلها في المي وثم زراعتها، او ممكن انكم تزرعوها فورا في التربة، تربة حمراء، تربة خليط. راح احط لكم روابط تعقيل والعناية بنبتة قلب عبد الوهاب في صندوق الوصف.